هلا ليه الدكتور؟ جهزي حالي. جهزي حالي. اوكي. مرحبا، انا اسمي عمر و انا اسمي زينة. نحن اثنين بنشتغل مع مجموعة معنى الشبابية. من شهرين تقريبا اجتمعنا ببرج البراجنة، جروب شباب من برج البراجنة مع جروب شباب من شتيلة. الاثنين كنا عم نفكر تقريبا بنفس الشيء، قعدنا مع بعض واتفقنا لازم يكون في شيء فعلا للشباب، حتى يكون الشباب الفلسطيني بالمخيمات له دور. معا هي مجموعة بتعتمد على الشباب الفلسطيني، معا المستقلين. نحن ما قلنا أجندة سياسية، نحن شغلنا دائما بيكون للمخيم الفلسطيني من إرادة الشباب الفلسطيني اللي ساكنين بالمخيم. نحن هلا بس عم نحاول قد ما فينا نحسن المستوى الاجتماعي والثقافي بالمخيم. من شهرين لليوم نحن عملنا حملات نظافة وعملنا رسم على الحيطان كمان، وأخذنا أولاد على الإفطارات، وكمان في كتير إشياء رح نعملها لقدام، وأي نشاط عم نطلع وجنا عم نعمله شيء ليخدم المخيم ولمساعدة السكان وأي